طبعا دور المثقف اختلف لا شك. نحن ننظر عادة إلى المثقف أن له دورا رساليا في أي أزمة، نبحث عن صوت المثقف، ولكننا لا نسمع للمثقفين كما ينبغي. كذلك لابد أن ننظر إلى تغير مضمون ما يقدمه المثقف. الآن المثقف في قطاع كبير لا يكاد يتحدث إلا إذا إلى زميله في الاختصاص، إلى زميله في الثقافة، بمعنى أنه أصبح مهتما بإجراءات فنية، بمصطلحات تصعب حتى على أهل الاختصاص. إذا أخذنا أمثلة من مجال النقد الأدبي وهو اختصاصي، بالإمكان أن أقول إن الناقد الأدبي الحداثي اليوم لا يمكن أن يقدم دورا رساليا أو دورا تنويريا لسبب بسيط، لأن الحواجز مقطوع، لأن الحواجز أحكمت أمرها بينه وبين القارئ أو بين المتلقي. يعني حينما يجد القارئ نفسه لا يستطيع أن يفهم ما الذي يريد أن يقوله هذا المثقف أو هذا الناقد، يتحدث بلغة لوغاريتمية، بلغة أقرب إلى طبعا هذا عيب على المثقف والناقد. هذا عيب إذا 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 ظن أن بإمكانه بهذه اللغة المصطلحية المتخصصة الغامضة أن يصل إلى القارئ، ثم يغضب أو يحتج إذا وصل إليه الداعية الجديد أو الداعي الفضائي أو إمام المسجد. لكن أنا أنظر إلى المسألة على أنها تدافع، يعني هذه طبيعة الحياة.